وبالمناسبه اللعيبه خليني اقول لحضراتكم انه عشان كان في كلام كتير على محمود كهربا الفتره الاخيره، محمود كهربا انتظم النهارده في تدريبات الفرقه. هو غاب امبارح بس لانه يعني الراجل كان عنده نزله برد خفيفه كده، لكن الحقيقه يمكن ده سبب القيل والقال، لكن الحقيقه يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ اكد انه مسحه كهربا جت سلبيه، ودي المسحه اللي عملها كهربا امبارح. كمان الحقيقه يمكن عندنا اكتر من لعيب، يمكن قفشه رجع، ربيعه رجع. وبالتالي الحمد لله السكواد السلايه ان شاء الله نطمن عليه، يبقى السكواد يعني يوم بعد يوم الحمد لله السكواد بتاعنا بيكمل وجاهز ان شاء الله للماتشات اللي جايه. يروح بقى الكابتن سيد عبد الحفيظ كمان اللي قال ان جيرالدو لاعب الفريق هينتظم في التدريبات الجماعيه خلال 10 ايام، وقال ان اللاعب بيؤدي برنامج علاجي وتاهيلي للتعافي من الاصابه بشد في عضله السمانه. واكد كمان كابتن سيد ان جونيور اجاييه هينتظم في التدريبات الجماعيه للفريق خلال 3 اسابيع، وان اللاعب زي ما قلت لحضراتكم بيؤدي برنامج علاجي وتاهيلي للتعافي من الاصابه وهيكون جاهز خلال الفتره اللي جايه. كان زي ما حضراتكم عارفين يعني اجاييه كان يمكن تعرض الاصابه خلال مباراه الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا اللي حسمها الاهلي طبعا لصالحه، وتوج على اثرها بلقب للمره التاسعه في تاريخه.